بصفتي بانني جار حمد الله منذ الصغر، فكما كتعلموا هي الدار نيت اللي كان كيسكن فيها حمد الله، واللي دوز فيها الطفوله ديالو، يعني من عنده النعومه ديال الاظافر ديالو. كنا كنشوفوا في هذا الانسان انه عنده واحد الاخلاق اللي هي طيبه، ودري ملتزم وظريف، ما كيمشي لا البليه ما كيمشي لا حتى شي حاجه، بلي غير بكره القدم دائما كيلعب هذه المسافه هذه. الا كانت كتهضر هذه المنطقه هذه المنطقه هذه راها غادا تكون شاهده على المسيره ديال الطفوله ديال حمد الله. ف كان بالنسبه اللي وقع في هذا الشيء اللي وقع في التدريب ديال المنتخب المغربي، فانا كنت كنظن بان هذه المسائل النبل ولا غادا تكون عاديه، ولكن بما ان كاينه شي حاجه شي خبايا كاينه وسط المنتخب اللي هي دائما هذا الشيء، راه ماشي غير والده اليوم لكن راها من القديم دائما كتكون واحد كيكونوا بحال كي قلتي طبقيات، بان هذا غادي يجي من الخليج وغادي يلعب معنا، ولا حنا جايين من فرنسا، ولا بالعكس حنا خاصنا نتحدوا كاملين، خاصنا نتحدوا على واحد الحاجه اللي هي الدفاع على الرايه ديال البلاد. وكنظن بان التصرف اللي دار حمد الله كان تصرف ايجابي، انه يتخلى ويخلي الناس انهم هم يتحملوا المسؤوليه. انا كنظن بان حمد الله راك كي شفتوا في التصريح اللي دار البارح واحد اللاعب دولي ديال المنتخب ديال اسبانيا اللي كيلعب في الخارج، ربما اللي كان في برشلونه كزافي وقيله، ولا انه دار واحد التصريح قال لهم بان هذاك الهداف يعني غادي يمشي بعيد، وغادي يمشي يقدر يلتحق بواحد يلتحق بالدوريات الاوروبيه، وغادي يعطي هذاك. فما بالك بان الانسان كيشوف بان حمد الله ما غادي يعطيش في المنتخب، علاش؟ حنا كنستنكروا هذا الشيء، ولهذا كنشوف كنبغوا نحاربوا ذوك اللوبيات اللي كاينين وسط المنتخب المغربي. علاش؟ انه واحد انسان واحد الهداف من طينه كبيره، ماشي غادي نقولوا راه هداف، راه تضرب به المثال، وانه يتخلوا عليه في هذا الظرف اللي هو احنا محتاجين ليه، ويتخلوا ليه يقول لك ويخرج السي الهيفتي بواحد التصريح يقول لك بانه راه مضروب في ظهره ولا شيء، هذا لا اساس له من الصحه. فكنشكر الاخوان من جديد، هذا هو اللي نقدر نفيدكم به، انا اللي كنشدد به وكنشدد به بان حمد الله واحد الانسان اللي هو خالق، واحد الانسان اللي هو ظريف، كبر معنا وترعرع معنا، واخا انا كبر منه في السن، ولكن هو واحد الانسان، واحد دريري وليد ظريف ودرويش، وعائلته ناس مزيانين وطيبين، كنعرفوا باه الله يرحمه ويوسع عليه، واحد الرجل طيب وظريف لا هو ولا الاخوان ديالو. بالنسبه للطفوله ديال اللاعب عبد الرزاق، طفوله رائعه، جميل جدا، متواضع، انسان رائع، كل شيء كيبغي هنا في هذا الحي ولا هذه المنطقه كامله ديال اسفي تيبغوا ذاك اللاعب، من صغره هو كيحلم انه يكون لاعب كبير، والحمد لله حقق ليه الامنيه ديالو. وكما كيقول لك اي واحد في قلبه حاجه تاع الخير الله غادي يوفق عليه، مواظب في التدريب ديالو، الصالات ديالو، مزيان مع الناس، له هو وللعائله ديالو، الحمد لله كلشي كان كيتمنى ليه الخير، وحتى في التدريب كان كيواظب كيجي هو الاول من التدريب ديالو. اي لاعب هنا في فرق اولمبيك اسفي دوز معاهم فترات جميله، اي لاعب قلت للاعب عبد الرزاق حمد الله غادي يقول لك لاعب جميل، واللاعب اللي كان عزيز على اللاعب عبد الرزاق حمد الله هو حسن الصواري وعبد اللطيف مارويك الحارس المرمى ديال اولمبيك اسفي، من الناس اللي ساندوا اللاعب عبد الرزاق حمد الله. يعني اي واحد شاف عبد الرزاق حمد الله كيقدم لي المساعده غير بديك الطيبوبه ديالو. وهنايا الحي كما كتشوفوا هنا ترى هذا هو المنزل ديال اللاعب حمد الله عبد الرزاق هنايا في كبر. صراحه انا يعني ذاك المستقبل اللي كنا كنشوفوا فيه مني كان باقي صغير، الحمد لله هو منا لقدام مزيان، وان شاء الله منا لقدام مزيان، وكنتمناو ليه الخير كساكنه ديال اسفي كامل، لان عطانا واحد يعني اسفي عطى واحد اللاعب كبير، لا بالاحترام لا بالتواضع ديالو لا بزاف ديال الحوايج، ولكن الله عز وجل يعني كو تعرفوا حمد الله يعني سميتو الظروف اللي داز منها، لا فرق نجيمه ولا فرق اولمبيك اسفي، هي فترات صعبه،
وحاول انه يقدم شيء الكثير وتعب هذاك اللاعب تعب شحال من واحد كيقول لك راه جو وصل ولكن لا هذاك اللاعب راه تعب بزاف تدريب كان كيحضر ليها في الوقت ديالها الصلاه ديالو المعامله ديال مع الناس يعني كان محبوب عند الناس كاملين وان شاء الله حنا كنتمنوا ليه الخير واش غادي نقول لك انا عجزت لساني عزيز على التعبير على اللاعب عبد الرزاق حمد الله فهو لاعب كبير واي واحد من الساكنين تاع اسفي قلت لي عبد الرزاق حمد الله فهو غادي يعطيك يعني التعبير اللي قلت انا غادي يعطي لك هذاك اللاعب وكنتمنى له التوفيق من هذا المنبر واي حاجه في قلبه ديال الخير الله يوفقها لي. بالنسبة للعلاقة ديالي مع عبد الرزاق حمد الله فهي علاقة جد رائعة لا بالنسبة للطفولة ديالي معاه لا بالنسبة يعني هنا أي فهاد سيغتو فهاد الحي هذا عائلة اللاعب عبد الرزاق حمد الله كانت رائعة مع جميع العائلات كل شيء كيبغي اللاعب عبد الرزاق حمد الله الطفولة ديالو دازت رائعة أنا كنا كنلعبوا في الحي كنا يعني دوزنا واحد الطفولة رائعة وكنا كنشوفوا فيه أنه هو غادي يكون لاعب في المستقبل والحمد لله هو عطى الثمار ديالو هو مشى للنصر السعودي حقق أهداف كثيرة وكنتمنوا ليه الخير وأي باب طرقتي هنا قلت لهم عبد الرزاق حمد الله فنفس الجواب اللي غادي نعطيكم انا غادي يعطيو لكم اي جار هنايا بالنسبه لانسحاب لاعب عبد الرزاق المنتخب الوطني فوجد موسيء المغاربه غاضبين على الانسحاب ديالو فهو لاعب كبير حنا كنتمنوا ان عبد الرزاق يكون داخل المنتخب الوطني فهناك غموض بقى لحد الان ما عرفناش شنو انسحاب لاعب عبد الرزاق حمد الله حنا حمد الله كنا بغينا يلعب المنتخب الوطني المغربي بالنسبه للبوطيب بالنسبه للنصيري فهموا لاعبين كبار ولكن خاص عبد الرزاق تعطاه الفرصه عبد الرزاق حمد الله ما كتعطاهش الفرصه لانه لاعب كبير كتشوف انا لاعب في النصر السعودي مسجل 34 هدف وما يكونش انه داخل رقعه المنتخب الوطني فلهذا احنا صراحه جد موسي هادشي وكنتمنى انا فوز القجاع يتدخل في هادشي هذا ويضم اللاعب عبد الرزاق حمد الله والمغاربه كاملين نتمنوا انه يساندوا اللاعب عبد الرزاق حمد الله انه يرجع للمنتخب الوطني. تنضامنوا مع السي حمد الله على هاد سميتو كان رجل طيب وكان تيلعب في الدريبه ملي كان صغير وكذا وكان ما في حالهم صراحه هو اللي طلع والدي وكان مرضي الوالدين صراحه لا الوالدة عنده ولا الوالد الله يرحمه الحمد لله كان طيبة وكان الوالد عندي ملي تيمشي للجامع الكرة وداك الشيء كان تيقول لي هو كان عزيز عليه من صغر الكرة الحمد لله تيلعب الحي ديالنا هنايا وداك الشيء كان تيحترمنا وتيحترم الوالدين عندنا وداك الشيء الحمد لله كان راجل طيب صراحة كان خلوق وكان ما عمر شي واحد جات برا في دارهم ولا شي حاجة من الصغر ديالو الحمد لله كان الحمد لله أوه وكان بوساطة الحمد لله كانوا الحمد لله ملي طلع بالكرة مزيان و الحمد لله هو اللي طلع الوالدين عنده الحمد لله ولا بسكينة ديالهم بخير وعلى خير وكاع خوتو كانوا مساكن كاع طلعهم بخير الحمد لله وحنا تنضامنوا معاه حنا تنضامنوا معاه وتيحشم ملي كان مات الوالد عند الله يرحمه زرناه في الدار واستقبلناه وعنقناه والحمد لله ورجعنا الذكريات ديال الطفوله ديالو وداك الشيء الحمد لله واستقبلناه مزيان الحمد لله والله يعاونو الله يسر ليه الامور ديالو الله نتمنوا ان شاء الله المشوار ديالو يكون احسن ان شاء الله بحول الله. كنلاحظوا بان الكره اللي كيمشي لها حمد الله فهو كيسبق لها نصيري وتمارست عليه مجموعه من الضغوطات من طرف اللاعبين وبالتالي كنلاحظوا بان المنتخب المغربي فهو كتمارس مجموعه من الامور اللي هي عنصريه وبالتالي احنا المنتخب اللي كنعزوه في طبيعه الحال ما كنلاحظوا فيه ما كاين حتى شي لاعب او بالاحرى لاعبين قلائل اللي كيمثلوا البطوله الوطنيه ما عرفتش احنا ما عرفناش واش عندنا منتخب ديال فرنسا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا فرنسا بالتالي احنا خصنا منتخب اللي يكون منبثق من الشعب
من بطق من الشعب من احياء من الدار البيضاء من احنا ممكن احنا ما عندناش ما كنمارسوش عنصريه، ولكن هاد الناس فهم كنلاحظوا كيمارسوا مجموعه من الظواهر العنصريه اللي خصنا اللي خلاتنا اننا نفقدوا تلك الوطنيه، بحيث ان الوقت اللي كان حمد الله هذيك الليله انسحب، يعني انا شخصيا ومجموعه من الاراء اللي كانت ضمنها الاصدقاء ديالنا بانهم مابقيناش غنشجعوا هذا المنتخب، بانهم ممكن نشجعوا منتخب جزائري او منتخب اخر خلافا، لان احنا فقدنا الوطنيه، وبالتالي هذا المنتخب اللي كيمثل لنا الشعب المغربي يجب اعاده فيه النظر من طرف المسؤولين، وعلى راسهم القجع، على راسهم القجع اللي خصنا ندور في هذه المساله ديال انسحاب حمد الله، هو انه كانت مجموعه من الاكاذيب اللي كتروج بان حمد الله مصاب في الظهر ديالو في الورك ديالو، بالعكس حنا كنلاحظوا بان حمد الله النهار الاخر بدا يتريني وفي صحه جيده في لاسار، شفنا في لاسار النهار الاخر بانه تلقى له مجموعه من الاصدقاء ديالو بانه حمد الله الان ما بغى يدلي حتى شي تصريح لاي اذاعه، بطبيعه الحال هذا طبيعي لانه غيخاف على غيخاف على المستقبل ديالو، بطبيعه الحال يقدر يتعرض شي ممارسات اللي حنا لا داعي لذكرها الان، نقدر نشير لها فقط من بين هذه الممارسات انه يقدر يتعرض الى من طرف الله يحفظ، يقدر يتعرض شي عنف يقدر يكون جسدي اللي يفقد المستقبل ديالي، وبالتالي هو فضل او انه ينسحب، لكن وكذلك باش نجي ناكد العنصريه اللي كتمارس في المنتخب المغربي، انه الانسان انه من انسحب عبد الله عبد الرزاق حمد الله كنلاحظوا بان هناك ممارسات من طرف فجر وبالهنده، من بين هذه الممارسات اللي نعاود نذكر واحده منها على سبيل المثال على سبيل الحصر، وانه في التدريب الاخيره كنلاحظوا بان فجر وحمد وبالهنده دلوا بمجموعه من الاغاني من بينها باي باي، وهي تعني بانه على حمد الله، وانا كنلاحظوا بان هذه الممارسات لا اخلاقيه ولا تمثل لاعب كره القدم المغربي، بطبيعه الحال احنا خصنا منتخب اللي شرفنا في المنتديات الدوليه ومن بينها المنتخب من بينها هذا الملتقى الافريقي اللي احنا كنتظروه مده هذه سنتين، وبالتالي كنتحبطوا اذا ننظروا المسؤولين من بين القجاع ينظروا في هذه المساله وحيدوا علينا من الكذوب وحيدوا علينا من الممارسات العنصريه، احنا لا للمساومه لا للعنصريه لا للمحسوبيه، نريد منتخب اللي بغينا اللي كيستاهل هو اللي يلعب ماشي صاحبي ولادي. انا اكبر سنا وبطبيعه الحال انا كنشوفه مني كنتفرجوا فيه قبال في الرقيه، باقي كيلبس صنداله الميكا، باقي كيلعب في الكاريان، كنتمتع به، انا ربما كنخلي العمل ديالي وكنجي نتفرج بحمد الله، وانا كنت كنشوفوا بانه هو عنده اكيد عنده مستقبل واعد بطبيعه الحال. كذلك لا ننسى بان البنيه الجسمانيه كنت بنذكرها ونسيت، البنيه الجسديه لحمد الله فهي جسدي قوي، كذلك اللاعب هو سريع، كذلك هو اللي بطبيعه الحال اللي بغينا نقولها بالدارجه فهو كذلك الافارقه، فهو بنيه جسديه قويه خلافا اللي فجر اللي هو بنيه جسديه واحسن من مجموعه من اللاعبين كاين بينهم راهم اصدقاء ديالو اقروا بذلك، من بينهم رابط دي كوستا الاحمدي في الدوري السعودي اللي هو كيتميز عليهم بطبيعه الحال واقروا بذلك، وحمد الله كيشكرهم بطبيعه الحال اللي ساندوه في المنتخب المغربي في هذاك العنف اللي تعرض ليه. بطبيعه الحال احنا ابناء اسفي وابناء الجنوب خصوصا كنفتخروا كيعتبر هذا حمد الله فهو مفخره لنا، مفخره لنا، وكنعاود ناكدها بانه المسؤولين اعاده النظر حتى نظل نحب هذا المنتخب ونموت عليه.